السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الأستاذ أحمد أبو شنب الكائن في منطقة عين الباشا لإجراء مقابلة مع والدته تمام حسين أبو شويش أم علي. واليوم هو الخميس الموافق 18/2 لعام 2010، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestinerememberd.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. أسئلة هذه المقابلة حجة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قريتك قبل النكبة، أما القسم الثاني فيهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاء برحلة اللجوء والشتاء. حجة تعطينا اسمك الكامل. تمام، حسين أبو شويش عبد الوهاب. تمام، حسين أبو شويش عبد الوهاب. أبو شويش العائلة أبو شويش يا حجي. العائلة أبو شويش. طيب جدك اسمه عبد الوهاب يا حجي؟ طيب حجة، مواليد أي سنة يا حجة عند حضرتك؟ أو كم عمرك إذا مش حافظة أي سنة؟ عمري 80 سنة. عمرك 80 سنة، يعني 1930 يا حجة. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يرضى عليك حجة. اسم والدك الكامل؟ حسين. وأم اسمها والدك؟ لا بدي حسين. والدك حسين عبد الوهاب أبو شويش عليه رحمة الله يا حجة. تعيش. طيب واسم والدتك يا حجة؟ صبحة. صبحة ايش يا حجة؟ صبحة أبو شويش. أبو شويش. شو اسم جدك يا حجة لأمك؟ جدي محمد. يعني صبحة محمد أبو شويش. عليهم رحمة الله يا حجة. تعيش. حجة توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك وبخاطرك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. اسم قريتك يا حجة؟ زرنوقة. زرنوقة. انت مواليد زرنوقه برضو يا حجه؟ طيب حجه عندك اي معلومات ليش سموها زرنوقه؟ في كانت قناه مي فيها. نعم. وفيها مي سموها زرنوقه زرنوقه، وصارت زرنوقه عشان القناه المي. نعم، كان اسم القناه زرنوقه. في قناه مي فيها. نعم، سموها زرنوقه عشان قناه المي. طيب حجه عندك معلومات كم كان عدد سكان زرنوقه عام النكبه؟ والله كانوا كثيرين، إشي يجي وإشي يروح، يعني يطلعوا إشي، ومصريين، وكانت مخلطة البلد يعني. طيب حجة يعني 1000 2500 كم من التقريب؟ أكثر من 2000. أكثر من 2000 بذاك الوقت يا حجة؟ كبيرة كانت، منيحة. طيب حجة لأي مدينة كانت تابعة قريتكم؟ المدينة؟ نعم، شو اسم مدينتكم اللي كنتوا يعني تابعين إلها؟ زرنوقة بلدنا. بلدكم زرنوقة. قضاء وين يا حجة؟ قدر رملة. قدر رملة. بعيد عنكم الرملة يا حجة؟ لا مش بعيد، بقوا وش يروحوا لها ماشي، وش يبعد عنك على الحمير عالدواب. عالدواب وشي ماشي يعني. طب قريبة علينا. كم تأخذ كانت معك وقت يا حجة؟ يعني بدها ساعة في الطريق روحة وساعة جاية ماشي. ماشي، اللي بده بمشي واللي بده وش بركب. طيب حجة بأي اتجاه عنكم الرملة؟ الرمل والليد في جنب بعض. نعم. قول لي في اي جهه انا بنسى. شمال شرق. شمال شرق يعني. شمال شرق يا حجة. شمال شرق. طيب حجة اذا بدنا نعرف زرنوقك يعني بشكل جيد. معروفة. طيب زرنوقة كانت جاية على سهل ولا على جبل ولا على تلة ولا؟ لا ساحل، فيش فيها أحجار ولا فيها جبال أبدا. ساحل. ولا فيها أي تلال يا حجة ولا إشي، كلها حلوة وكلها زراعية وكلها. طيب شو كان يعني لون الأرض يا حجة؟ أحمر زي السمكة. حمرة. فيش هنا زي حمرة الأرض وطير منيحة يعني. نعم. تربتها طير كانت منيحة وزراعتها منيحة. طيب حجة شو كان في عندكم وديان حواليكم؟ وديان؟ نعم.
شو بدي يعني قليل. كانت عندنا بيار ابوي يعني عنده بيار. لا انا بسال عن الوديان يا حاج. في وديان حواليك وحول القريه؟ مش كثير، قليل يعني. طيب شو في ولا ساحل حلو؟ طيب هالوديان اللي موجوده عندكم يا حاجه لها اسماء؟ لا ما فيش يعني، ما مذكرنش يعني، لانه كان اليهود جيراننا كبنيه يعني قريبه على بلدنا، شيك بيننا وبين الكبنيه، وبقينا يعني والاسفلت بين بيار الدار ابوي وبين اللي الكبنيه اليهود. المهم وديان ما في حاجه كبيره مثلا؟ لا فيش وديان، لا ولا وادي بروح على البحر مثلا بس بالشتاء مثلا؟ لا لا ابدا. يا ف بعيد شوية عنا، وبعدين احنا كنا في الباسر وحولات عيافة يعني عند تل البحر يعني. طيب يا حاجة، حاجة كيف كان مناخ وجو القرية؟ كتير حلو يعني، بنذكرش يعني احسن اشي كان. طيب كيف كان في الصيف، كان في الشتاء يا حاجة؟ الصيف شوي يعني حاميك يعني، بس في الشتاء بارد. شتاء طيب وبارد. كان في رطوبة يا حاجة ولا ما في؟ لا لا فيش رطوبة. البحر بعيد عنكم يا حجة؟ بعيد، فياف بعيد عنا شوي يعني. مش كتير يعني. نعم. بس ما فيش رطوبة عنا. طيب حجة، بدنا نعرف القرى المجاورة لزرنوقة يا حجة. يعني بدك تعرف الكبار ولا بدك تعرف؟ لا بدي القرى، القرى يا حجة، شو كان في قرى حواليكم؟ المغار ويبنى. المغار؟ المغار ويبنى. نعم. وفي قرى كتير. زازة، عاقر. وعاقر. بدناش تحكوا لها يا حاجة. يعني ما نعرف بس ناسين أنا يعني. زازة؟ إجزازة وعاقر ويبنى. احنا تشردنا روحنا عيبنا. طيب يا حاج. حتى يعني. حتى كمان. وحتى. وكراتية. وبلاد كتير يعني قرى حوالينا. طيب حجة المغار من أي جهة؟ والمغار، المغار من أي جهة كانت من عن القرية يا حجة؟ شمال ولا جنوب؟ قبل ولا شمال ولا يمكن ولا شرق؟ قبلي يمكن أتذكر. قبلي. طيب ويبنى يا حجة من كل وين؟ يبنى الشرق من الشرق يمكن، لأن رحنا احنا قعدنا عنده يعني لشرق يا حجة ولا لغربة؟ يبنى يمكن لشرق. طب وقزازة يا حاجة؟ قزازة من الغرب. لغرب قزازة. قزازة والمغار وهدول القرى. عاقر يا حاجة. وعاقر. عاقر لوين جاي عنكم يا حاجة؟ عاقر جاي بينه على قبلة ما على شامة يعني. طيب وحتى يا حاجة؟ وبرضو حتى غاب كل البلاد هدول مع بعضهن. وين بأي اتجاه؟ تلا المغار وتلا. طيب حجة شو كان في مستعمرات حواليكم؟ كبانيات. كبانيات؟ نعم. كانت بس الكبانيات تلانا تل البلد يعني قراب علينا يعني، مش بعاد كتير يعني، زي ما تقول احنا وياهم قراب على بعض. طب كم اكثر من كبانيه ولا كبانيه؟ كبانيتين كان. شو اسمهن يا حاجه؟ كبانيه تبينها الدران، بقول لك كبانيه الدران. نعم. يعني كبانيات الدران هذول كلهم اجوا اليهود وبنوا، بنوا عندنا قبال بيرت دار ابوي. هيك زي ما هذه كبانيه الدران يا حاج. كبانيه ثانيه شو اسمها؟ زي بعضهن التنتين اللي حكيت لبعض. نعم. تنتين. ما لها اسم ثاني الكوبانية الثانية حجة؟ لا مع بعض وبروحوا بتسوقوا مع بعض وبيجوا مع بعض. هذه كانت الكوبانية قبل بير الدار أبوي، الأسفلت بيننا وبينهم. طيب من أي جهة يا حجة هذه الديران؟ شامة ولا قبلة؟ ولا غربة؟ والله يمكن شامة ولا شامة. قبلة يعني هيك. طيب تذكر يا حجة لأنك كنت تحكي أنها يعني مقابل بيارة والدك. تذكري حاولي تتخيل ال متذكر بس ناسية وين يعني، زي ما تقول لي قبلة يمكن. جنوب. جنوب هنا. نعم. طيب حجة هذه الكوبانية كبيرة ولا صغيرة؟ لا كبار. كوبانيتين أو كانت واحدة وبعدين لهم جبنوا بنوا هيك وبنوا كوبانية كبيرة.
من ايش بيوتهم كانت معمره يا حاج؟ عادي زي كلبن وشي، يعني بنايه قوي، بنايه حجر او حجر. حجر يعني ما مش يعني. طيب حج هذه الكوبانيه فيها شوارع معبده في داخلها؟ فيها شوارع منظمه وتنتين منظمات وملاح. طيب حج بدنا نسالك عن المي والكهرباء، كانت واصله لهم؟ واصله عندهم مي وكهرباء، واحنا عندنا كان في البلد يعني. لا الميه اللي هي بالمواسير يا حج. عارف كانت واصله مواسير مي عند الكل. في عنا في عنا مطارات وفي عنا. انا قصدي للبيوت حج، واصله زي هالايام هاي؟ واصله زي هيك في في زرنوقه وفي ولا في ديران؟ لا كانت اول ما فيش عنا في البلد، وبعدين حطوا صار عندهم كهرباء في الاخر. صار عندكم كهرباء؟ صار مي عندهم في الاخر وشي حنفيات في البيوت وشي. هذا في زرنوقه؟ هم في ديران من زمان يا حج؟ هذا لاك زمان لحد ما بيسكنوا بحطوا المي والكهرباء. نعم. طيب يا حجة بتتذكر شو اسم مختار ديران؟ اليهودي. نعم اليهودي، وما يعني زي ما تقول هدول بصيروا خورة، الخورة بصيروا. تتذكر أسماء من أسمائهم يا حجة؟ بقول خورة، بعرفش اسمين بس خورة بقولوا يعني. طب حجة كيف كانت علاقتكم أنتوا وياهم؟ احنا هدول الأسفلت بيننا وبينهم. يعني ييجن عشان عنا يعني حمضيات، ييجن يعني البنات اللي زي الصغار، ما الكبار لا ييجن يعني يقعدن أنا وياه نطلع على السجرين لقت برتقان لقت تفاح إشي ويروحن، وإحنا ما نروحش عليهم. يعني العلاقة كانت كويسة يا حج؟ كويسة، بس الكبار ما يجوش، بس البنات الصغار يعني. طيب حج لبسهم زي لبسنا ولا لا؟ وش سوي زينا؟ طيب والرجال حجة بيلبسوا نفس لباس الرجال اللي عندكم؟ بيلبسوا بنطلون، بيلبسوا بلوزة ونص كم. طيب بيلبسوا جنابيز يا حجة كانوا اليهود؟ لا بيلبسوا. طيب أشكالهم حجة، أشكال وجوههم أشكال شرقية زينا ولا أشكال غربية يا حجة؟ لا يعني اللي بتشوف بتوه فيهم، بس ما هم هدول اليهود مش هم اللي هجموا علينا اللي أطلعونا، الغرب اللي أجوا من برا هذول. انا بدي اسالك عن ديران، هذول قاعدين يعني قاعدين في دورهم ساكتين يعني، بس هذول ما هم بيقولوا قالوا مش احنا، هذول اللي اجوا جديد هم اللي خربوا بيننا. كانوا يحكوا عربي حجة هذول الناس؟ بيحكوا، بيعرف بيحكوا عربي، هم عايشين بين العرب. طب كان يصير في بيننا في بينكم وبينهم تجاره؟ لا يعني ولا تزرعوا عند بعض ولا تشاركوا مع بعض في الزراعة؟ لا بنروح احنا بنروح نقعد عندهم. لا مش انتوا يا حجة الرجال مثلا؟ لا لا محدش بقناش بقنا بنروحوا يتسوقوا. نعم كلهم بينزلوا على السوق. طب انتوا كنتوا تروحوا على سوقهم ولا هم كانوا يجوا على سوقكم يا حجة؟ احنا يروحوا ويجوا، ما فيش زعل يعني بيننا وبينهم كان. نعم يروحوا واحنا نروح على سوقهم، نروح على سوقنا نشتري من عندهم ويشتروا من عندنا. حجة ما كنتوا تعتدوا عليهم بالمرة؟ لا ولا هم يعتدوا عليهم؟ لا بقوش حد يعتدي على حدا في الآخر، بس قالوا ما احنا مش منا، هدول اللي أجوا من برا هم اللي خربوا بيننا. نعم. ولا بقناش كل واحد ملتهم ساكت. طيب حجة كان في عندهم طبيب في المستعمرة؟ في تذكر شو اسمه؟ في طبيب يعني، وبقينا نروح نتحكم عندهم في ديران. بلاش ولا مصاري؟ لا مصاري كيف بلاش. يعني بقينا لما بعد عنك امي بدها تموت طلعنا للدكتور اليهودي، لانه هي بيننا وبينهم الاسفل زي هيك يعني. نعم على طول راح خد جو الها وما لحقهاش عليها رحمه الله تعيش. طيب حجة ما كانوا يشتروا عندكم بيض أو حليب أو؟ إحنا ما كناش نبيع بيض ولا حليب، بس يعني كانوا منحين مع بعض يعني فيش شيء. طيب كنتوا تستخدموا أدواتهم الزراعية يا حجة زي التراكتورات الحصادات؟ لا العرب عندهم، هذلاك عندهم في حالهم وإحنا في حالنا كل واحد في حاله. طيب حجة الأفراح والأتراح كنتوا تشاركوا مع بعض أو؟ لا. يحضروا أفراحكم تحضروا أفراحهم؟ لا
ابدا ابدا حتى مختارهم حتى يجوا علينا ولا نروح عليهم، بس البنات هيك يجن عشان يركبن على الشجره زي ما تقولوا ونلعب مع بعض. طيب تتذكري هذول اسماء هذه البنات حجه اللي كانوا يلعبوا معاكي؟ والله نسيت. ايش يعني بتذكر اسم؟ ايش بدك اسمعني؟ احنا بنسالك في حجه وانت بتجاوب مش مشكله. هذا سنين نعم. حجه بدنا نسالك عن المستعمره الثانيه اذا لها اسم، اذا تذكرتي انه لها اسم. اسمها ديران. هاي ديران، هاي ديران واحده منهم، تنتين ديران. ما هم كلهم صاروا مع بعض، كلهم يروحوا مع بعض ويجوا مع بعض لانه المطرح واحد زي ما تقول. يعني هم المستعمرتين مع بعض. مع بعض كلهم. طيب عليهم سور او هم بيعملوا يعني سور وبيعملوا شوارع وبيعملوا بنظموا يعني قبنيه لها نعم. شوارع ولها عندهم سيارات وكل شيء يعني عادي. طيب حجة الكهرباء في الشوارع ايضا موجودة عندهم بالليل؟ موجودة في الليل وفي النهار موجودة. احنا في الاخر صار عندنا كهرباء وصار عندنا حنفيات في الدور قبل ما نطلع. طيب رح نسألك ان شاء الله عن الله. طيب حجة لما كنتوا تتنقلوا من زرنوقة باتجاه القرى المجاورة او باتجاه الرملة، على ايش كنتوا تعتمدوا في النقل والتنقل لحجة؟ بساط، في بساط، في بساط. ليافة يعني من بلدنا ليافة. نعم. روح نيجي. انتوا اول الخط حجة، انتوا اول الخط ولا بمر من عندكم الباص بروح لقرى ثانية؟ والله عن بيرتنا يعني بمر الباص عن الاسفل. لوين بيروح حجة؟ بروح على البلاد يعني، بروح على زرنوقة، بروح على يافا، يعني بروح على الرملة اللي بده بركب. بيصل للمغار ولا قزازة ولا الباص؟ لا بروحش، هدلاك إلهم لحالهم. إلهم لحالهم؟ وإحنا إنا لحالنا. طيب هذا الباص لمين يا حاجة اللي كان يجي من يافا لعندكم؟ شركة. تتذكر شو اسمها؟ شركات كانت. تتذكر شو اسمها الشركة؟ لا. بامية يا حاجة؟ يمكن ولا ما بعرف، يمكن. طيب بتتذكر شو اجره الباص يا حجه كانت؟ الاجره؟ وقت رخيصه الاجره. كم تقريبا؟ 5 قروش يروح عيافه ويجي الواحد. شلم يعني يروح ويجي. طيب الباص حجه مره واحده بيجي في اليوم على زرنوقه ولا كان رايح جاي؟ لا بروح وبيجي، بضلوا على الاسفلت رايح جاي. اللي بده يروح بروح عيافه. عندك معلومات حجه كم راكب كان الباص تقريبا ياخذ؟ بس من الكبار هدول العاديات يمكن 50 بوخد. طب تتذكر مين كان يسوق الباص يا حجة؟ مين بسوقه؟ ما ماتوا اللي سوقوه. طيب من زمان الأموات يا حجة، إذا متذكر حدا منهم. في حدا من زرنوقة كان يسوق الباص؟ بقوا يسوقه. مين هو يا حجة اللي كان يسوقه؟ بقوا يسوقه. بس زعمري نسيت أسميهم. زلام كبار يسوقوه. من أي عائلة يا حجة؟ زلام كبار يسوقوه. تتذكر من يافا؟ من يافا ومن هيك ومن الرملة. من زرنوقة نفسها في حدا سايق الباص يا حجة؟ لا ما اعتقدش. طب كان في محطة وقود في زرنوقة يا حجة؟ في بقى محطة بنزين. لمين هذه المحطة؟ والله ما اقدرش اقول لك، مش عارف. طيب حجة وقت صغيرة انا وقت يعني مش مشكلة حجة. طب حجة كان في عندكم بيكابات؟ في لأبناء القرية. اللي بده يشتري له بكم يجري فيه لبيارته لحاجة له. كم بكم تقريبا كان في القرية يا حاجة؟ والله في الآخر كترن. نعم كتر، صار يعني بيجي 10 وصار يعني بده يصير تاكسيات كمان يعني صار يعني يشتروا الناس. طيب مين تتذكر كان عنده بكبات يا حاجة؟ في بلدنا كانوا في بلدنا يعني في عندهم. نعم مين هيك حاول تتذكر يا حاج ايش بدنا نفعل لك. من يافا بقى واحد اجى على بلدنا سكن في بلدنا وبقى مع سيارة. شو اسمه حاج هذا؟ ايش اسمه الدور الجاي بذكر بقول لك اياه. طيب غيره يا حجة أبناء القرية نفسها اللي كان عندهم بكبات أو سيارات؟ والله إحنا الساعة ما كانش عندنا، ما كانش عندنا الساعة.
بقينا يعني بدهم يشتروا ويصيروا شوية ما ما صاروش. طب حج اليهود كان عندهم بساط للديران؟ لا يعني يودوا ويجيبوا لا لحالهم بقول. هو لحالهم بعرف ما كانوش يمشوا على الخط طب اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خليك يا حاجه خليك بعد شويه من الضفه مرت اخوها. اهلا وسهلا بالحج. طيب حج استخدمتوا ايضا الدواب اللي هو الحميل اجلك الله؟ اه. طيب شو غير الحميل استخدمته في النقل يا حج والتنقل؟ العربيات اللي عربيات الخيل. العربيات يجيبوا فيهن زي ما تقول القماح يجيبوا من الخلا. كل الناس كان عندهم يعني بقى عندهم بس احنا ما كناش نشتغل. فيش حدا عندنا يعني زي ما تقول يحصد ويحط. نعم. بقينا احنا ابوي يطلع ارضنا. انا بحكي عن القريه حاجه بشكل عام. القريه ما كان عندهم عربيات خيل وكان عندهم في عند حمير. الجمال استخدمتوها يا حجه؟ لا بس في العرب معهم جمال. لا بدي زرنوقه مش العرب اللي حول زرنوقه. ايوه هم زرنوقه. في عندهم في عندهم عمي كان عنده عربيه حمايه يعني. لا وجمال عندهم حجه كان في جمال للعرب. نعم. وكانوا يحملوا عليهم ويجيبوا على ال. طيب استخدمتوا البسكليت يا حجه؟ كثير شباب. نعم. يجروا على البسكليتات. طيب حجه كان في عندكم محطه للقطارات او قريب منكم؟ الساعه زي ما تقول ما تطورتش البلد شويه. الساعه كان اللي كان فيها كهرباء متطوره يا حجه. يعني ما هو كان الساعه مش فتحين منيح. طيب. اجاهم اللي اجاهم. طيب حجه كان في عندكم في القريه او قريب من القريه مطار حربي او مطار مدني؟ في كان. شو اسمه المطار؟ كان يعني اولادنا كانوا يشتغلوا في عند الانجليز في المطار. في مطار شحمه بيقولوا له مطار شحمه. اه طيب يا حجه خلينا ناخذ استراحه عشان تسلمي ونتابع حديثنا ان شاء الله زي ما بدك.